هذا ليس جيدا بالطبع. سمايلك مريض ولماذا يجب أن نهتم به نحن؟ هذه مبالغة. أنا مصدومة. ديانا، هل سمايلك يحب السلطة أم فقط الطماطم؟ فتيات، بصراحة سمايلك مريض والآن يحتاج للأكل الصحي. على العشاء سيأكل البيض المسلوق والطماطم، وفي التحلية سيأكل فطيرة صغيرة مع تفاحة طازجة. ديانا، ألا تظنين أن سمايلك يكذب في أمري أنه مريض؟ أجل ديانا، البارحة فقط كان يصرخ. لقد سئمت من المخيم وسئمت من العمل مع هؤلاء الفاشلين. أنا أيضا لدي بعض الشكوك. تبا ديانا، لما علينا أن نقشر البيض لسمايلك؟ حسنا ديانا، إنه غير مطبوخ جيدا. ماذا؟ بنات، كيف تفعلون هذا؟ يانا، تعلمين ماذا؟ إن مرض بروفاسي يوما ما، لن أرفض أن أساعدك وسأقشر البيض له أيضا. ديانا، ألم تفكري من قبل أن سمايلك يمكنه أن يخطط لشيء سيء؟ فتيات، هل جننتم؟ إن سمايلك مريض حقا، إنه ضعيف ويشعر بالضيق. حسنا، توقف عن إيذائه. هيا لنأخذ له العشاء. لياليا، امسك الحليب. لا حسنا، هذا حقا كابوس. بروفاسي في مكان للآن في الخارج، وأنا هنا أحمل العشاء لسمايلك. كذا يانا، سنفعل كما تقول ديانا كي لا نطرد. سمايلك، أيمكننا الدخول؟ ادخلوا. سمايلك، لقد أحضرنا لك العشاء. كيف تشعر الآن سمايلك؟ إنه بخير، فقط يتظاهر. صحيح سمايلك؟ وأيضا لقد سلقنا لك البيض، أنت تحبه. ديانا، أعطيني كمادة، لدي شيء لأقوله لك. أجل سمايلك، بالطبع تحدث. ديانا مستعدة لتحقق أمنياتك بينما أنت مريض. حتى أنها مستعدة لتحضنك. كفى بنات، لا تكونوا متهكمات، ربما هو مريض حقا. ديانا، أريدك أن تعرفي شيئا مهما، أنا أحبك وسأظل أحبك لكي لا تجدي لنفسك شابا آخر. سمايلك، ماذا تقول؟ سوف تتحسن وسنذهب معا للاحتفال. أولئك الفاشلون يتصرفون بوقاحة، وبروفاسي لم يستطع التعامل معهم من دونك. وماكس، وأنت مستلقي ومريض هنا. إن رائحة الطعام سيئة. سمايلك، هذا لأنك مريض فقط، لكن عليك أن تأكل، عندها ستشفى بسرعة. هل رائحة الطعام سيئة؟ بنات، هيا لنعد كل شيء للآن. صحيح، هل أنا ويانا قشرنا البيض هباء؟ أترك الطعام، ستفتح شهيتي فجأة رغم أنني أشك بذلك. ماذا هل نأخذه؟ يانا، أترك البيض. حسنا سمايلك، أنا والبنات سنذهب عند أولئك الفاشلين الآن لأنهم تمادوا، وسأعود عندك خلال نصف ساعة، اتفقنا؟ أجل، تذكري أنني أحبك. حسنا سمايلك، توقف. من الجيد أنني كتمت الصوت. ألو، أجل، لقد أحضروا لي العشاء. أجل، كم أنت ذكية، بالطبع سأتعشى الآن. لا تتصلي بي، أعطيني بعض الوقت، سأخرج من هذا المخيم. حسنا وداعا. هذا رائع، لقد صدقوا أنني مريض. أوه كنوبا، لا تبكي، أنت من يجب أن تلام. كنوبا، لا يمكنك أن تبني سعادتك على حزن شخص آخر. أجل كنوبا، لم يكن عليك أن تواعدي أصدقاء الآخرين. لقد وعدني أنه سيتزوج بي، وأنه كان يبحث عن فتاة نحيفة ورشيقة وجميلة مثلي، إذا ما المشكلة؟ كنوبا، ما المشكلة؟ هل أقول لك ما المشكلة؟ كنوبا، هل أنت غبية؟ انظري لجولي وانظري لنفسك. أجل كنوبا، انظري لي، أنا جميلة وعلى الموضة، يمكنك أن تريني من بعيد، وأنت فأر لا غير. أجل، إنها جرذ أصيل. اهدأوا بنات، حسنا، ألا ترون؟ كنوبا حزينة، ذلك العصفور الغبي يوقع بكم دائما. حسنا الفتيات، وذنب من إن كانت هي غبية؟ ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون المطر أم ماذا؟ ألا ترونك من الجو سيء؟ ادخلوا للمنزل بسرعة. هذا صحيح، لا يمكن ترككم لدقيقة. أجل، إنهم يتشاجرون هنا مع كنوبا. بسرعة ادخلوا للمنزل لأنوي معالجتكم لاحقا. أجل، ستمرضون، بعدها سنحضر العشاء لسريركم. نحن سنهتم فقط بأصدقائنا. هذا صحيح فتيات. أجل أجل، سندخل للمنزل. إننا جائعون جدا. وأنا لن أذهب لأي مكان، أفضل أن أتبلل تحت المطر وأمرض على أن أعاني. كنوبا، أرجوك لا تبكي، ويكفي من هذه المعاناة. الآن شخص ذهب، وغدا ستتعرفين على شخص آخر. اسمعي كنوبا، توقفي عن البكاء. تبا، لدي أشياء عدة مهمة لأفعلها، هل ستقومين ببناء المؤامرات هنا أم ماذا؟ تبا لذلك العصفور، إنه لا يليق بك، هيا للمنزل.
لندخل المنزل. لن أذهب لأي مكان. حسناً كروب، أعجبك هذا أم لا ستدخلين؟ حسناً قفوا، المطر سيهطل الآن. عندما ستتبللون عندها ستدخلون للمنزل. كيف لدينا خوذات؟ لدي من خوذات، ليس عدلاً. حسناً بالطبع ليس عدلاً. لاعبو كرة القدم اخلع خوذاتكم، إنها لا تعمل. اسمع كيف، سآتي الآن وستعمل. اسمعوا، لما نقف تحت المطر؟ ما الذي نعاقب عليه؟ من قال لكم أنكم تعاقبون؟ نحن فقط نؤدبكم هنا. سمايلك مريض، لذا علينا الآن أن نضاعف جهودنا. ستقفون في البرد والشمس والمطر وفي أي طقس. سأشتكي للمشجعات. لمن لديانا؟ إنها لا تهتم لك. سمايلك مريض وهي مشغولة به. سأتصل بأمي اليوم وأخبرها أنني أقف تحت المطر. ستعطيك قارونة مربى كنز وهذا كل شيء، وستكون باتريك بالهناء والشفاء. لا أفهم، لما تقفون هنا؟ هل تفعلون هذا عمدا لنحضر لكم العشاء إلى السرير؟ لا شباب، لقد جننتم حقا. مشجعات، وأخيرا غادرتم. ماكس، ألم ترنا المشجعات؟ لا، لم يفعلوا. شكرا لله، كانت يانا ستقتلني. الآن سيدخلون للمنزل ونتبعهم. ادخلوا بنات. كنوبا توقف عن البكاء. أجل، تلك الفأرة انتفخت عينها بالبكاء. اسمعوا فتيات، توقفوا عن هذا. توقفي عن البكاء. كفى بنات، توقفوا، سئمت من سماعي هذا. كنوبا أخبريني ماذا حدث. ديانا أتعلمين، لا أستطيع التحمل، سأجمع أغراضي الآن وأترك المخيم. لا كنوبا، لا تجمع أغراضك، هذه تدابير صارمة. ليس كل شيء سيء كما تظنين. أجل كنوبا، إن الحياة رائعة. ما الذي حدث؟ لازلتم لا تفهمونني. إنها مجنونة. لا فتيات، حقا لا أفهم أبدا. أنا لم أتوقع أبدا أن التعامل مع المراهقين في المخيم أمر صعب جدا. نحن أيضا مراهقات، لكن ليست لدينا مشاكل كهذه. ناسيا، أنت في الأصل مشكلة كبيرة. تبا فتيات، ما الذي يحدث في هذا المعسكر الآن؟ أحدهم يقف تحت المطر والآخر يتظاهر أنه مريض. لياليا، سمايلك لا يتظاهر. كنوبا، افتح الباب. حسناً، سأترك هذا المخيم الليلة. ماذا؟ ماذا سأقول؟ سأقول أنني مريض وأمي أتت عندي وأخذتني. حسناً أصمتي، المشجعات أتت. كنوبا، لقد سئمنا منك، أنت كالمجنونة في المنزل. أحضروا لي حقيبتي. كنوبا اسمعي، لن نحضر لك حقيبتك الآن، بل ورق الحمام، خذي امسحي مخاطك. كنوبا، أيمكنك أن تخبرينا ما سبب بكائك هذا منذ الصباح؟ كنوبا، كيف ستفهمين أننا في المخيم كل ما تخبرين به يظل بيننا؟ نحن نريد مساعدتك فقط. كنوبا هيا بسرعة، ماذا حدث لك؟ أجل، أنا فتاة غير محظوظة، وذاك الولد المخادع استغبالي واستغلني ومسح الأرض بي هكذا. كنوبا، أحقا تبكين بسبب ذلك العصفور الغبي؟ إنه جبان. كنوبا، سيأتي شباب آخرين وسيمين إلى المخيم قريبا، وستجدين لنفسك شخصا أفضل من ذلك العصفور. ديانا، أحقا سيأتون؟ أجل يانا، سيأتون. إذا كنوبا، توقفي عن البكاء وامسحي دموعك وانهضي بسرعة. هيا، إذن لا يجب علي أن أكل وأشرب، علي أن أخسر الوزن. ناسيا، لن يعجبوا بك، أنت ما زلت صغيرة. لما صغيرة؟ لدي 15 سنة. أجل ناسيا، ونحن 17 سنة. ليس الجميع. حسنا كنوبا، لا تبكي، سنكون في انتظارك في الأسفل. ديانا، من الذي سيأتي؟ الرياضيين. حسنا فتيات، تبا تم خداع كنوبا. من حاربت لأجله هي تركته أنت. حسناً، العصفور رماها، إذا ستترك المخيم. تبا الفتيات، أتقولون أنها ستترك المخيم؟ فسنبقى نحن الثلاثة فقط، نحن قليلون. جيجي، لا أفهم لما تشعرين بالأسف على كنوبا. إذا اذهبي والحقي بها. هل أعطيك حقيبتك؟ أناس أقل أكسجين أكثر. لا فتيات، أنا سأجلس هنا بهدوء. ونحن سنذهب للحفلة. أجل، سنقفز من النافذة. فقط جربي أن تخبري المشجعات. ماذا بنات، سأبقى بمفردي في الغرفة؟ حسناً، أنا خائفة. هل يمكننا أن نجلس الآن؟ لقد تعبتم من الوقوف. بروفاستي، ماذا؟ لا يمكنكم. أتريدون الوقوف تحت المطر؟ سأتصل بأمي وأخبرها أنكم تتركوننا تحت المطر، وأننا نقف في الغرفة، وأننا نريد الأكل، فالأكل لدينا في الجدول.
اليوم سيكون اللحم مع المعكرونة أكلتي المفضلة. اسمعوا لاعبي السلة، نحن لاعبا كرة القدم لن نقف معهم، لسنا فاشلين مثلهم. هاي عودوا، ماذا تقصد؟ هنا تبسط يديك، نحن لاعبي كرة القدم رائعين. هل ترون خوذتي هذه؟ بما أنكم رائعين اذهبوا وقشروا البصل كيس كامل. هذا يعني لا يوجد لحم مع المعكرونة اليوم، وستأكلون حساء البصل. البصل؟ لدي حساسية تجاه البصل. ماذا؟ اذهبوا للمطبخ وقشروا البصل. بينما تقشرون البصل لن تذهبوا لأي مكان. أنا لدي حساسية تجاه البصل حتى أنه لدي شهادة طبية. لقد أثرت بي أيها الصغير. نحن لا نهتم. إذن اذهبوا للمطبخ وقشروا كيسين من البصل. هيا بسرعة. حسنا لن أذهب، سأغير غرفتي لنعيش هنا بعد الآن. لا أريد أن أرى تلك الفتيات الشريرات. سمايل، ما الذي تفعله هنا؟ كنوبا أنا مريض، لما جئت إلى هنا؟ غرفتك هناك. كانت هناك لكن الآن هنا، لا أنوي العيش مع تلك الشريرات. كنوبا لكنني أعيش هنا، أين سأذهب أنا؟ سمايلك أنا في مشكلة كبيرة حتى أنه لا يمكنك أن تتخيلها. كنوبا أفهمك لكن لا تبكي، ستتجاوزينها. أحقا هذا؟ إذن من الجيد أنك تفهمني. حسنا أنت صديقتي السابقة، بالطبع سأفهمك. حسنا بنات دعونا لا نحزن، الشباب الجدد سيصلون قريبا، ستلتقون بهم وكل شيء سيكون بخير. الآن أهم شيء أن نتعالج سمايلك. أجل سنعالجه لا تقلقي، يبدو لي أنه بصحة جيدة. يانا. حسنا أنا مستعد لمساندتك، أنت صديقتي السابقة. سمايلك أنت هو الأفضل، لا أحد مثلك أبدا. حقا؟ بنات قلت لكم أنه ليس مريضا أبدا. الآن ستعم الفوضى في المخيم. أنا حقا مصدومة من كنوبا، الأمر صعب علي في هذا المخيم. أجل صعب علي أيضا، لذا قررت أن أتظاهر بالمرض. أتعلمون ماذا؟ سمايلك وكنوبا احزموا أمتعتكم واخرجوا من هنا لكي لا أراكم مجددا هنا. اسمعوا أنتم وقحون حقا، أي علاقة قمتم بتشكيلها هنا؟ سمايلك ماذا يحدث هنا؟ ديانا تحضر لك الأكل إلى السرير وأنت؟ كنوبا ألم تكوني تعاني بسبب العصفور؟ أوه ديانا وأخيرا جئتي. ديانا لقد أسأت الفهم، لقد قررت أن أعيش في هذه الغرفة. رائع، قررت أن تعيش في هذه الغرفة حيث سمايلك مريض. إنه ليس مريضا. ديانا بلل الكمادة. سأفعل الآن، سأبللك أنت أيضا. شباب حسنا اشتركوا في القناة وضعوا إعجابا، وهذا المخيم ستعمه الفوضى. هيا أخرجوا فورا. بنات ألا ترون أن الجو؟ أنا لا أفهم أبداً، لم تقفون هنا تحت المطر؟ أتفعلون هذا عمداً لنحضر لكم العشاء إلى السرير؟ صحيح، أدخلوا للمنزل بسرعة.